احنا النهاردة في حلقة جديدة من سلسلة التسبيح بعنوان العبادة العائلية المنتظمة. أهمية عبادة العيلة مع بعض هنتكلم فيها النهاردة. نمرة واحد، تكوين وجهة النظر المسيحية. العالم بيسقينا وجهة نظره، التلفزيون، السوشيال ميديا بأنواعها كلها عندهم قدرة مش هينة ان هم يلوثوا عقولنا وأهدافنا بأهداف العالم وأسلوب تفكيرهم ووجهات نظره. اتخيل معايا قد ايه هتستفيد الأسرة لو احنا قررنا يوم في الأسبوع نقفل التلفزيون والسوشيال ميديا بأنواعهم، الفيسبوك واليوتيوب، يوم واحد في الأسبوع. هتلاقي حاجة غريبة جدا حصلت، في وقت كافي للقراية، وقت كافي لقراية الكتب الروحية، وقت كافي لقراية الكتاب المقدس، ووقت كافي نقدر في اليوم ده ناخد العبادة العائلية المنتظمة دي تبقى بدل 15-20 دقيقة تبقى ساعة بحالها. هتلاقي انه بنتعرض لوجهات نظر الرب أكتر بكتير من وجهات نظر العالم. مش هناخد وجهات نظر المضادة للمسيح أو الغير مسيحية، على الأقل هتقل. هتلاقي في مواهب ابتدت تظهر لأولادنا أو في العيلة، زي كتابة الشعر، الرسم، الموسيقى، كتابة الترانيم، تلحين ترانيم، عزف على آلات، زيادة المعرفة الروحية أو زيادة المعرفة عموما بقراية الكتب أو كتب مسيحية. هتلاقي العيلة بدل ما هي قاعدة تتفرج على التلفزيون وبدل ما يندمجوا في ألعاب الكمبيوتر بتلاقيهم يرنموا، يصلوا مع بعض، يدرسوا الكتاب مع بعض، يبتدوا يتكلموا عن اختبارات، عن عظائم الله. أطفالنا هيكون عندهم وجهة نظر للأمور بتاعة الرب. طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هنتعلم أهمية العبادة والتسبيح، وده مهم جدا لينا في البيت كأفراد. هتساعد فترة العبادة العائلية دي إننا ندرك أهمية عبادة الرب وتسبيحه. هيكون فيها تذكير يومي، هنفكر نفسنا يوميا بالهدف الحقيقي من حياتنا، وهو إننا نمجد الله ونتمتع بالعشرة معاه، وده الهدف الأساسي من وجودنا هنا. نمرة ثلاثة، بيحفظ كل عضو دوره كفرد في العيلة زي ما الرب أعدهوله بالظبط. بولس الرسول ورانا كل واحد عضو في عيلة بيكون شكله إيه ودوره إيه، من أفسس 5:22 لغاية 6 أصحاح 6 يعني 4، وكولوسي 3 من 18-21. هنلاقي في البيت ده اللي هما بيعبدوا الرب، النوع ده من البيت هنلاقيه مشع للإنجيل، وكل عضو فيه بيعمل دوره زي ما أدهوله ربنا. فأثناء فترة العبادة هتلاقي العلاقات ابتدت تكون سوية، وابتدت الناس تعرف دورها وبتعمله بسلاسة، والعلاقات الحلوة دي تاخد وضعها الطبيعي بكل تلقائية. تلاقي الأزواج بيحبوا نسائهم زي ما حب المسيح الكنيسة، النساء بيحبوا أزواجهم ويخضعوا لهم زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح، الأولاد بيطيعوا والديهم، الأباء بيربوا أولادهم بخوف الرب أي احترام الرب وإنذاره. تعالوا الحلقة الجاية هنكمل ونشوف هنتعلم نعمل الحاجات دي ازاي. يا رب يعلمنا انه يكون التسبيح اسلوب حياتنا.